السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري من التلفزيون الجزائري. وفي العناوين: في أولى لقاءاتها مع الأحزاب السياسية، الهيئة الوطنية للوساطة والحوار وجبهة المستقبل تعتبران الحوار السبيل الحضاري والأنجع لحل الأزمات وتذليل الصعاب للذهاب مباشرة لانتخابات حرة ونزيهة. الهيئة الوطنية للوساطة والحوار تثمن موقف الهيئة العليا لأعيان عشائر وادي ميزاب الداعم للحوار، وإشادة واسعة للمسعى من قبل الشباب والطلبة على اختلاف انتماءاتهم. إحياء ليوم المجاهد، وزير الداخلية يشرف بإليزي على الاحتفالات المخلدة للذكرى ويدعو إلى ضرورة تسليم المشعل للشباب بجعله الفاعل الرئيسي في التنمية الوطنية. وفي الذكرى احتفالات عبر ربوع الوطن بالترحم على أرواح الشهداء واستحضار مناقبهم في ندوات تاريخية وفكرية، مع تسليم وحدات سكنية في العديد من الولايات. أهلا بكم مجددا إلى تفاصيل نشرة الأخبار. في إطار سلسلة اللقاءات والحوارات التي باشرتها هيئة الوساطة والحوار مع الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، التقت هيئة الوساطة والحوار برئاسة كريم يونس برئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بالعيد وقيادة حزبه، حيث تطرق الطرفان إلى أهم سبل الكفيلة بالخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، كما تم الإصغاء إلى تصور حزب جبهة المستقبل المتمحور أساسا حول اقتراح منهجية عملية للخروج من الأزمة والإسراع في إنشاء هيئة عليا مستقلة تطلع بتنظيم الانتخابات ومراقبتها. هذا واعتبر الطرفان أن الحوار هو السبيل الحضاري والأنجع لحل الأزمة وتذليل الصعاب من أجل الذهاب مباشرة إلى انتخابات حرة ونزيهة كخيار استراتيجي يعبر عن إرادة الشعب الجزائري وطموحاته. اليوم دينا مشوار التحاور مع الأحزاب السياسية، وأنا مسرور جدا أني بديت هذا العمل مع حزب المستقبل اللي هو حزب ناشط ويتميز ب شخصيات بارزة، ونحن متفائلون جدا بما رأيناه وبمحتوى النقاش اللي جرى بيننا. نقاش مسؤول، نقاش صريح. إذن الحوار بدأ، والإخواننا في الأحزاب وفي المجتمع المدني حضروا أرضيات، ونحن كهيئة الوساطة ما علينا إلا ندرس هذه الأرضيات ونحاول كيفاش يتم القرابة. On essaie de valoriser يعني ce qui a été décidé par ces dynamiques des partis politiques et كذلك du mouvement civil. On essaie et puis aussi d'imaginer une sortie de crise. الهدف تاعنا اليوم هو كيفية الوصول إلى انتخابات رئاسية، هذه الانتخابات الرئاسية اللي تضفي الشرعية للمؤسسات الجمهورية، ونمشي بعدها إن شاء الله إلى بناء هذه الجمهورية التي نطمح إليها كلنا كجزائريين. فكان الحوار بين القيادة الوطنية للحزب والإخوة أعضاء اللجنة حوار مفتوح صادق، وتناقشنا حول كل المواضيع اللي تمس عن قريب أو عن بعيد المشكل الأساسي السياسي، وهو كيفية الوصول إلى هذه الانتخابات الرئاسية. وإحنا كجبهة المستقبل أعطينا أفكارنا بكل وضوح، لأن نامن حقيقة الحوار الحقيقي هو الحوار الصادق، الحوار الذي نريده هو الوصول معا ومع الجميع إلى اتفاق شامل لهذه الأزمة. وكما قلت في السابق، نحن نحاور ولسنا نفاوض،
جبهة المستقبل، ما دخلتش في المفاوضات لأن في الحق احنا ما بغينا ندي ولا شيء، بل الأمل تاعنا هو كيفية الجزائر تخرج من الأزمة اللي راهي تعيشها. هذا وثمنت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار موقف مجلس الشيخ باع عبد الرحمن الكرثي، الهيئة العليا لأعيان عشائر وادي ميزاب بولاية غردايا، الذي يؤكد دعمه لمسار الحوار كإطار حضاري للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. مجلس الشيخ باع عبد الرحمن الكرثي أكد دعمه لمسار الحوار كإطار حضاري للخروج من الأزمة التي تمر بها بلادنا على درب تجسيد التطلعات المشروعة للحراك الوطني الشعبي، والذي يعلق أهمية كبيرة على اتخاذ تدابير تهدئة لتهيئة الظروف الملائمة للانخراط الواسع للمجتمع المدني والأحزاب السياسية لإنجاح الحوار. ومسعى الحوار الشامل يلقى تثمينا لدى مختلف المواطنين خاصة فئة الشباب. نتابع هذه التصريحات. أساسية للخروج من هذه الأزمة، أولا لجنة حوار مع جهات عديدة من المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشباب. ثانيا الجيش الشعبي الوطني الذي رافق ولا يزال يرافق الشعب ويحميه لحد الآن. ثالثا الإسراع في انتخابات، الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية مستقلة وشفافة ونزيهة. إن المخرج من هذه الأزمة هو المواصلة في الحوار، لأن الحوار الذي يجمع جميع الأطياف بتنوعها سيخرج بحل ومقترحات للخروج من هذه الأزمة. ونرى في أن الحوار هو الطريقة الأسهل والأنسب والأسرع للخروج من الأزمة مع كل أطياف المجتمع، من مجتمع مدني، جمعيات، نقابات، أحزاب سياسية، منظمات طلابية، خاصة منظمات طلابية والشبانية والشباب الفاعل. الحوار هو قيمة أساسية في الخروج من الجزائر من هذه الأزمة وإلى بر الأمان، وهو من أجل جزائر جديدة. إن المؤسسة العسكرية تقوم بدورها الأساسي في والذي يتمثل في تجسيد إرادة الشعب وحمايتها للحراك. كل ما توخر الأمر، كل ما تأزم الأمر، كل ما تقدم الأمر، لجنة الحوار راها بدات. لجنة الحوار لازم تقضي في أنه في أقرب الأجل تكون الانتخابات الرئاسية. الحوار هو الوسيلة الوحيدة وهو المخرج الوحيد للخروج من الأزمة التي تقع فيها الجزائر، أو الأزمة الخانقة التي تقع فيها الجزائر. ثم نحن نثمن موقف المؤسسة العسكرية التي تعتبر حامي للسيادة والاستقلال وحامي للشعب، والتي أثبتت منذ بداية الحراك الشعبي أثبتت تواجدها مع الشعب وتحقيقها لأغلب تطلعات الحراك الشعبي. المؤسسة العسكرية يعني زادتنا كشباب ثقة، لأنه هو يحمي الميدان، يحمي الشعب، يحمي قرار الشعب ويوصله، والحمد لله دائما ولحد الآن رانا في سلمية لأنه قد وقف معنا، والحمد لله الشعب والجيش خاوة. اجربوا بسرعة، أعطونا حل، خلينا نخرج من هذه الأزمة، لأنه الرئيس الحل في إيد رئيس منتخب ومفوض من طرف الشعب. الحوار هو مبادرة مستحسنة في ظل هذا الانسداد السياسي الذي تعيشه الجزائر، والحوار هو من سيثمر لنا عن رؤية لأرضية لتنظيم انتخابات مستقبلا، وأيضا يوضح لنا الرؤية مستقبلا حول شكل الدولة وبنية الدولة التي نريدها في المستقبل. نحيو المؤسسة العسكرية، واحد ما ينكر الفضل الكبير لمؤسسة الجيش، يعني حمت المواطنين، حمت الشباب تاع الحراك. قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون أول أمس رفقة وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري، ووزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد. قام بمعاينة عدد من المشاريع التنموية بجانت، حيث جدد التأكيد على القرارات التي تصب في إطار تحسين التكفل بمواطني المنطقة. التغطية لمحمد رضا بوزيان.
بالمقاطعة الإدارية جانيت دشن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ثانوية جديدة وزار مستشفى إفري أين أكد على حل مشكل نقص الأطباء الأخصائيين بالجنوب. الآن إن شاء الله في العام هذا سوف يدخل حيز خدمة إن شاء الله نختار أطباء من الجنوب ليكونوا يعملوا على مستوى المستشفيات أو على مستوى الكلينيك بريفي، يكون عنده خمس سنوات ما يديرش الكونكور ويدخل ويقرأ، ولكن يسني أن كونترا يرجع يخدم خمس سنوات على الأقل على مستوى السيد. كما وضع حجر الأساس لإنجاز ثلاثة جسور في إطار حماية مدينة جانيت من الفيضانات، وفي لقائه بالمجتمع المدني استمع إلى الانشغالات وقدم الحلول. إن بلادنا اليوم تتهيأ لدخول عهد واعد سيرسمه أبناء الجزائر في لوحة تتجسد فيها قيم العدالة والديمقراطية والنمو والرفاه الاقتصادي في إطار الحوار البناء الجامع للرؤى والمقرب للآراء، والذي سيسمح بوضع السبل الكفيلة لتجسيد الإرادة الشعبية والمحافظة على استقرار المؤسسات. وأكد الوزير على أن الحكومة عازمة على دعم التنمية بالمناطق الحدودية. فقد اتخذت الحكومة الأسبوع المنصرم جملة من القرارات الهامة التي تصب في تحسين التكفل بمواطني ولاية الجنوب والهضاب العليا على مستوى القطاعين العام والخاص، وتعزيز تأطير الهياكل المنجزة بالأخصائيين، فضلا عن إبرام اتفاقيات لتكفل مصالح الضمان الاجتماعي بتكاليف العلاج. وللسكن حصة الأسد. نقول لكم أبشروا، الأسبوع الماضي فوتنا مرسوم رئاسي كان أكثر من 360 ألف، هكذا السيد وزير 360 ألف فيما يخص هذه التجزئات الاجتماعية. الآن القرار اتخذ بالنسبة للتجزئات على المستوى الجنوب يستفادوا من إعانة مالية كل تجزئة 100 مليون سنتيم. جهود ثمنها الجميع مؤكدين على ضرورة العمل لبناء جزائر قوية. كما أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون أمس بإليزي رفقة عدد من أعضاء الحكومة وعدد من المجاهدين على الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للمجاهد. إبراهيم بالخير يفصل. الاحتفالات المخلدة للذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصمام بولاية إليزي أشرف عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون بمعية وفد وزاري هام. وبعد رفع العلم الوطني ووضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب، كرم الوفد الوزاري مجاهدي منطقة التاصيل ناجر نظير مجهوداتهم الكبيرة لتحرير الوطن. المناسبة تميزت أيضا بتدشين إقامة جامعية بسعة 500 سرير، مرفق سيعطي دفعا قويا للتعليم العالي بالولاية لاستقطاب الطلبة من كل الدول المجاورة. حضرنا البارح كاين دراسات قامت بها الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم، أنا مبدية في إطار هذا العمل التنسيقي ما بين الوزارات، كل هذه الدراسات تدرس من طرف الجامعة، وأنا ماذا بيا نتكلموا احنا البارح يتكلموا على كل ما هو بترول، ماذا بيا يكون هنايا تخصص في البتروشيمياء باش أولاد المنطقة يقراوا في الجامعة ويعملوا في المنطقة حسب الخصوصيات المنطقة، منطقة سياحية بامتياز، منطقة غنية بالموارد الطبيعية بامتياز، لابد أن الجامعة وكل المعاهد والتكوين يكون متناسق مع هذه الخصوصيات، يكون ليكواسيون فورماسيون أوبلوا تكوين والعمل، هذا هو المهم جداً باش تنقصوا على السلطات العمومية هذا المشكل تاع البطاطا، ونعمل في إطار متناسق مع كل القطاعات. السيد الوالي ورانا كاين منطقة نشاط ومنطقة صناعية راهي تنزل تنجز كبيرة جدا فيها أكثر من 70 مستثمر راح، أنا ماذا بيا الجامعة تقدم المستثمرين هذا توجد لهم اليد العاملة المؤهلة ومن المنطقة. فتح تخصصات جديدة للمركز الجامعي لولاية إليزي خاصة التقنية وتكنولوجيات الإعلام الآلي هو ما تسعى الوزارة الوصية إلى تحقيقه. طلب أنت ما يحتاج إلى الشهادة فقط، وإنما يحتاج إلى مهارات أخرى، والمهارات الجديدة هي الإعلام الآلي، اللغات وخاصة
اللغات الاقتصاديه درك كان زوج لغات اللي راهم يتبوؤوا الاقتصاد العالمي وهي الانجليزيه وحتى الصينيه، يعني هذو هما القوى الاقتصاديه تاع العالم. لازم نعطيو حاجيات اليات للطلبه تاعنا باش ينجموا حتى هما يعملوا. كما تدعمت حظائر البلديات بعتاد جديد اضافه الى توزيع قرارات استفاده من السكن الريفي لفائده 400 مستفيد وازيد من 120 وحده للطاقه الشمسيه لفائده البدو الرحل وسكان المناطق النائية بولاية إليزي. وإحياء ليوم المجاهد، نشاطات وتظاهرات عديدة تم تنظيمها عبر مختلف ولايات الوطن رصدتها كريمة لشمط. تعود الذكرى وتعود معها نشوة عيش رفع العلم استقلالا وعزف لحن الحرية نشيدا في يوم أريد للمجاهد تكريما وترحما. ذكرى توحدت صورة إحيائها عبر الوطن ترحما على من هندسوا لفك أغلال المستعمر بالالتفاف حول كلمة واحدة مؤتمرا وتبني السلاح ثورة شعبية دو صداها شمالا قسنطينيا ذات 20/5/1950 ليعزف نسيمها اليوم وطنيا باستحضار لمناقب رجال آمنوا بقضية نعيش اليوم تفاصيلها كرامة للمواطن بتوزيع مفاتيح سكنات ترقوية وأخرى إعانات للسكن الريفي. لم يستثنى من ذلك جنوب البلاد من شماله حفاظا على عهد بناء جزائر قوية يثمنها تدشين مرافق عمومية في رسالة قوية تعزز تماسك الجزائريين. ارتوت بدمائهم الأرض بالأمس فكانوا اليوم بالدم نفسه متكافلين تبرعا. هكذا عاشت الجزائر اليوم عبر ولاياتها عرسا وطنيا مخلدة صفحة من صفحات مجدها يترجم حفظ الأمانة بلقاء جهوي لأبناء الشهداء في دعوة للالتفاف حول حوار وطني شامل على نهج توحد كلمة الأجداد ذات 20/6/1950 يصون الجزائر كرامتها اليوم. كلمة تعزز دور الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني مجابهة لكل ما يعكر استقرارها الذي يروي في كل مرة قصة كفاح وقضية أمة تأبى أن تندثر. وبالمناسبة دائما وتنفيذا لتوجيهات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، نظم أمس المتحف المركزي للجيش نشاطات مختلفة مخلدة للأحداث التاريخية. نور دحماني. تخليدا للذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني 20/5/1950 ومؤتمر الصمام 20/6/1950 احتضن المتحف المركزي للجيش نشاطات ثقافية حيث تم تنشيط ندوة تاريخية وعرض شريط وثائقي من إنتاج المؤسسة العسكرية للسمع البصري. طبقا لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي يولي أهمية كبيرة لحفظ الذاكرة وتخليدها لتصل للأجيال الناشئة حتى تبقى أجيال الاستقلال موصولة بأفكار ومبادئ ثورتنا السامية لأخذ الدروس واستنباط العبر من خلال الاحتفال بالأعياد والأيام الوطنية المدرجة ضمن مخطط الاتصال الصادر عن مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي. كما ينبغي أن تكون هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا التي تمثل إحدى المحطات الكبرى للكفاح البطولي الذي شاركت فيه كل شرائح المجتمع بأبهض الأثمان، هي إحدى الدروس من أبطال ذكرهم تسكن فينا لتظل مرجعا ثابتا وراسخا في حياة هذا الشعب. كنت أقول أن ثورة الجزائرية هي من أعظم الثورات في العالم، لكني اليوم بعد دراساتي المستفيضة أصبحت أقول ومؤكد مما أقول أن الثورة الجزائرية ليس من أعظم بل هي أعظم ثورة في التاريخ وشهد لها العدو قبل الصديق.
الاحتفالية كانت مناسبة لتقديم شهادات حية لمجاهدين عايشوا المحطتين الهامتين من تاريخ الجزائر. جاء هذا الهجوم هذا جاب نتائج كبيرة كبيرة جدا، ثم جاء مؤتمر صمام اللي هو نظم الثورة الجزائرية، وانبثق من المؤتمر مجلس الثورة الجزائرية، هذا لازم تعرفوه، ومن الثورة أو مجلس الثورة الجزائرية انبثقت حكومة مؤقتة. وببهو المتحف المركزي للجيش معرض للصور المخلدة للذكرى. وإحياء ليوم المجاهد أيضا أشرف اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى على مراسم إطلاق اسم الشهيد بوحميدي محمود على مقر مركب الإنتاج بالخروبة بالناحية العسكرية الأولى، وذلك بحضور عائلة الشهيد التي حظيت بالتكريم في هذه المناسبة. كما أشرف العميد شعلال عبد العزيز قائد الواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية على مراسم تسمية مقر الفوج الثاني عشر للمدفعية الساحلية باسم الشهيد فرندي محمد. حفل التسمية تم بحضور عائلة الشهيد والسلطات المحلية والمدنية والعسكرية. في إطار الحركة التي أجراها رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح في سلك القضاء، تم أمس تنصيب عدد من رؤساء مجالس القضاء والنواب العامين في كل من غردايا، سكيكدا، سيدي بلعباس والأغواط. كاتيا عباد. تنفيذا لحركة التحويلات وإنهاء المهام في سلك القضاء التي أقرها رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، شهدت ولاية سكيكدا مراسم تنصيب كل من السيدين حمدي باشا عمر كرئيس لمجلس قضاء سكيكدا وكبير أحمد فتحي كنائب عام بنفس الولاية. وبغردايا تم تنصيب السيد بعلي محمد رئيسا لمجلس القضاء والسيد عمار سكي نائبا عاما للمجلس. وبالأغواط وبحضور النائب العام لدى المحكمة العليا عبد الرحيم مجيد كممثل لوزير العدل حافظ الأختام، تم تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس القضاء السيد طهير حميد. وبولاية سيدي بلعباس تم تنصيب السيد بن شهيد عز الدين رئيسا لمجلس القضاء. وتأتي هذه التعيينات الجديدة لإضفاء حركية جديدة لقطاع العدالة بما يسمح له بأداء مهامه وفقا لقوانين الجمهورية. ارتفع عدد الوفيات وسط الحجاج الجزائريين إلى 21 حاجا حسب حصيلة مؤقتة أكدها رئيس البعثة الطبية، ويتعلق الأمر بالحاجة مساري يمنى البالغة من العمر 80 عاما من ولاية وهران توفيت إثر مضاعفات في القلب. إنا لله وإنا إليه راجعون. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أول أمس بتمنرست عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فيما تمكن عناصر الدرك الوطني من كشف وتدمير قنبلات يدوية واسترجاع مسدس آلي ببلدية هراوة بولاية العاصمة. وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من برجبج مختار وعين قزام وتمنرست 28 شخصا، وضبطت مركبة رباعية الدفع وخمس دراجات نارية وبعض المعدات والوقود والمواد الغذائية. وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بن عامة تاجر مخدرات، وضبطت أزيد من 180 كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود ببشار 400 كيلوغرام من نفس المادة. ومن جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بغليزان خمسة أشخاص، وضبطوا بندقية صيد وثلاثة مناظير وأكثر من 1080 خرطوشة و34 كيلوغراما من مادة الرصاص، بالإضافة إلى طائرة بدون طيار مزودة بكاميرا.
في حين أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لستة عشر شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بتمن رست. والآن طواف موجز لأخبار دولية نتابعها مع إبراهيم الخليل كربال. نابلس بالضفة الغربية المحتلة. حتى قبر نبي الله يوسف عليه السلام لم يسلم من حملة الاقتحامات التي يواصلها المستوطنون اليهود، وقد أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص المطاطية والغازات المسيلة للدموع على الفلسطينيين العزل، أصيب بها 5 فلسطينيين، فيما اعتقل نحو 20 آخرون في القدس المحتلة. شهر أوت كان داميا في ليبيا كغيره من الشهور، 90 قتيلا في هذه الفترة وأكثر من 200 جريح في قتال تصاعدت وتيرته. وتقول الأمم المتحدة إن هذه الحصيلة كانت إثر الغارات الجوية والهجمات الصاروخية العشوائية والقتال المباشر الذي فر منه أكثر من 6000 شخص من منازلهم. أربعة وعشرون قتيلا هي الحصيلة التي أعلنت عنها القيادة العامة للجيش في بوركينا فاسو إثر هجوم مسلح استهدف قاعدة عسكرية شمال البلاد. التصريحات وإن أقرت بالحال غير العادية بالعاصمة واغادوغو إلا أنها لم تأتي بجديد، فالحال الأمنية بشمال البلاد وشرقها ما تزال متوترة منذ 4 سنوات. ونختم النشرة بأخبار الرياضة، حيث افتتحت أول أمس رسميا الألعاب الإفريقية بحضور وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي في الرباط. التغطية لزهرة مشتي والتقرير لهشام سعدودي. الوفود التي تمثل 54 دولة شاركت في حفل الافتتاح الرسمي لهذه الطبعة 12 للألعاب الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية. العرس القاري الذي تستضيفه المغرب يعرف مشاركة 6000 رياضي، منه 350 جزائري في 23 اختصاص وبطموحات كبيرة. رياضيين نتمنى بانطلاق رسمي لهذه فعالية هذه الدورة، حتساعد لكل الرياضيين بما ان احنا هنا خدمة للرياضيين، ولولا الرياضيين لا كما كان وجودنا هنا. الرياضيين نتمنى لهم حتساعد، نتمنى لهم روح رياضية عالية، ونتمنى ان شاء الله انه هذا العرس الافريقي يكون بنجاح كبير ومفخرة للرياضة الافريقية، بما انه هذه الفترة هذه نقدر نقولوا السنة اللي قبل الاولمبياد، وين يعني كل قارة راهي تنظم البطولات القارية تاعها، وحنا كافريقيا انه الحمد لله انه مرة أخرى فرحانين جدا مسرورين كي نشوفوا يعني شباب الإفريقية تجتمع حول الرياضة. الجزائريون دخلوا الألعاب بقوة في الأيام الثلاث للمنافسة، وعلى أمل نهاية مشرفة ومرتبة تليق بسمعة الرياضة الجزائرية قاريا. هذه الأخبار وأخرى تجدونها على مواقعنا على شبكة الإنترنت. شكرا لكم على كرم المتابعة، والسلام عليكم.